نخش على الطبق الثاني اللي هو الستيك المشوي بالمشروب. مقاديره على الشاشه، مقاديره على الشاشه. لحم شرايح كندوز يفضل معانا، ومعانا مشروم، معانا فلفله حلوه، معانا كمان زعتر وروزماري، ثوم وبصل، زبده في المكونات بتاعتنا، ومعلقتين دقيق. المقادير بسيطه وسهله على الشاشه. والمشروم هنا طبعا لطيف وشكله حلو، المشروم الشتوي غير الصيفي طبعا بيبقى لطيف ويفتح النفس. ومعانا اللحم الشرايح بتاعتنا، اول حاجه هنبدا بيها تتبيله حته اللحمه. معانا كسروله ازاز، وتعالوا نشوفوا ازاي هنتبل اللحم مع بعض. نجهز التتبيله بتاعتنا مع بعض كده، شويه ثوم حلوين. بعض المطابخ الغربيه بتستخدم خل بلسمك، سعره غالي شويه، بديل له خل التفاح. عينيا نشيل دي من هنا. حلو، ادي ثوم وخل. ليه خلي عم الشيف بقى على التوم؟ قول لنا واشرح لنا ليه بتضيف ده على ده؟ ده مهم جدا على فكره. اضافه التوم والخل او الخل عموما لتتبيله اللحمه لسببين. ايه هما؟ الاول اي مشكله مع الزفاره، اي مشكله في حته اللحمه الخل بينهيها، دي رقم واحد. رقم اتنين بيساعد على تسويه اللحمه سريعا. خل جايه من تخليل، لا ده روزماري. حلو، بنقطفه كده، عايز الورق بتاعه. ونتبل حته اللحمه بتاعتنا بالفلفل الاسود والملح وبعض الاعشاب. والخل ما تكتريش منه كتير، لان طبعا ممكن يكون في حموضه، في مشاكل مع الحموضه، الحاجات دي كلها. يبقى احنا كده ايه، بنحط المعقول. دي معلقه فلفله حلوه مع زيت زيتون وفلفل اسود في التتبيله. ده زيت زيتون. ونسيب اللحمه دي، يفضل طبعا انك تتبليها من بالليل للامانه عشان نبقى واضحين مع بعض. شويه الملح التمام، شويه الفلفل الاسود الحلوين بايدك كده زي الفل. هناخد اللحم ده يا عم الشيف، بعد ما نقلب الخلطه الحلوه دي كده الطبيعي. شفتي التتبيله دي بقى؟ هي دي بسيطه وسهله. عايزه تبشري بصل وتحطي ميه البصل، اهلا وسهلا. تبشري طماطم وتحطيها، بس ده طعم شرقي، خلينا في الطعم الغربي اللي هي التومه، البصلايه الناعمه، الروزماري والزعتر، الخل البلسمك او خل التفاح بديل له، الزعتر والروزماري والملح والفلفل. هناخد حته اللحمه الحلوه دي كده زي ما هي. يفضل تتبيلة اللحمة قبل الشوي بساعتين زي الفل. الله، ربنا يكرمك يا عم الجزار، حتة لحمة حلوة. خلي بالك ما تتخضيش لما حتة اللحمة لونها يتغير، لأن الخل بيغير لون حتة اللحمة بعد التتبيلة، بعد تركها في التتبيلة لمدة ساعتين. فلازم تكون عندك الثقافة الطهوية، ايه التوابل اللي ممكن تغير لك حته اللحمه او صدور الفراخ او اي فلهات انت بتتبليها، سواء بزبادي، سواء بتوم، سواء ببصل، سواء بخل. ولازم اوضح المعلومه دي عشان ما تظلمش الجزار. جزار مدينا حته لحمه ملبسه زي الفل. التتبيله دي نخليها كده عليها وعلى جنب. حلو الكلام دي كده زي ده. التحضير ده اللي انا بتكلم عليه اللي هو الميزنبلاس. هنجيب الجريلا بتاعتنا من الفرن عشان نكسب وقت ونشوي اللحم بتاعنا ده كده. ولكن كده انا شغال غلط، هنتكلم الصراحه، وانتوا عارفين الشيف المغازي صادق مع حضراتكم وواضح. حته اللحمه دي المفروض تقعد في التتبيله ساعتين، فاحنا معناش وقت ساعتين، ده احنا بناخد دقيقه زياده بالعافيه وبنعمل واسطه عليها. ولازم نحترم قوانين العمل. ادي الجريلا بتاعتنا سخنه في قلب الفرن، اللهم صل على النبي، واخليها تسخن كده شويه، وابدا احط اللحم بتاعنا ده يتشوي عشان ياخد وقته في التسويه. اوعي حذاري تشوي برجر، بتشوي سمك فيليه، بتشوي جمبري، بتشوي لحمه زي ما هشوي دلوقتي، بتعملي شاورما،
الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا على فكره. اوعي تحط على جريله بارده او على طاسه بارده، ويفضل شوي اللحم في الحاجات اللي هي المعادن الزهر. وعلي ليه الزهر يا عم الشيف؟ لان الزهر بيحتفظ بدرجه الحراره اكبر وقت ممكن، غير الحديد المطاوع. احنا كنا ندرس في الثانويه وفي الاعداديه ايه الفرق بين الحديد المطاوع والحديد الزهر. حديد الزهر قابل للكسر، ما بينتنيش كتير، اما المطاوع اسمه مطاوع، حتى جايه من يطيع مطاوع، ممكن يتني بسهوله، ممكن نشكل منه اشكال هندسيه وهكذا. لسه فاكر الحمد لله. تعالوا الطاسه بتسخن على النار، نبدا نشوي اللحمه مع بعض واحنا واقفين كده، ونشم حته اللحمه الحلوه اهي. اللهم صل على النبي. هو ده هو ده هو ده. سمع الصوت ده؟ لو ما سمعتش الصوت ده وانت بتشوي اللحمه او بتشوي سمك او بتشوي برجر، تبقى هنا في مشكله عندك. حته اللحمه هتنشف، الصوص بتاعها والبهريز بتاعها، الجريلا او الطاسه هتنشفه وتبقى معاكي ناشفه. خلي بالك مكان شوي اللحم ده انا عايزه، هنخليه معانا كده زي الفل. نسيب دول على النار، ومكان الشوي ده انا عايزه، هستفيد بيه، هعمل منه بقى الصوص والبهريز اللي انا عايزه. حط عليه شويه زيت كمان كده. وعندنا مشروم لطيف وجميل، ناخد المشروم بتاعنا نقطعه. الطريقه السليمه لتقطيع المشروم مع فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين حبايبي، الاخراج الجميل والصوره الحلوه، ازاي نقطع المشروم عشان تبان شخصيته في قلب الطبق اللي بنقدمه، سواء مكرونه سواء شوربه سواء بنقدمه مع لحم مشوي، لازم المشروم تبان شخصيته. فاحنا ممكن نقطعه بطريقه غلط وفي نفس الوقت ما يبانش شكل المشروم في التقطيعه او في الطبق بتاعنا. ايه الطريقه الصح واحنا مع بعض؟ اهو تقطيع المشروم كده غلط، خلي بالك ده كده غلط على اكس. حلو الكلام. طب الصح ايه يا عم الشيف؟ قول لنا. اهو ده. شفت الشخصيه بتاعته؟ هو ده. حتى لما بتشتري مشروم معلب او محفوظ يعني من الحاجات المعلبه، بتلاقيه حاطينه في علب التعليب بنفس التقطيعه دي. حلو الكلام. حلو الكلام. وانا شغال كده زي الفل. مشروم طازه، طالما الحاجه موجوده عند بتاع الخضار استخدمي الحاجات طازه، لو ما لقيتوش هاتي علبه مشروم عاديه واستخدميها. شوربه مشروم بالكريمه، احنا في ايام الشتاء محتاجين نعمل شرب كتير. مكرونه بالمشروم، طاجن لسان عصفور بالمشروم، مشروم مشوي، مشروم مقلي عملناه قبل كده. الله، التقطيعه حتى لو لاحظتوا ان تلاقيها هي كده في وسط التقطيعه شكلها يعني مش لطيف، شفتوا السمار بتاعها؟ احنا نخلص منها كده زي الفل. تمام، خلصنا من تقطيع المشروب، هناخده ننزله في البهريز مكان اللحم اللي تبلناه ده الطبيعي. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ معانا شويه بقدونس حلوين، معانا من الزبده مكعبين. الله عليك يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال وايه السرعه دي؟ ايه اللطافه دي؟ معانا معلقتين دقيق. ده المطبخ، هي دي البساطه وهي دي السهوله. الكركبه ماليش فيها والكلكعه ماليش فيها. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني انا المطبخ بتاعي سهل وبسيط. معلقه الدقيق دي هتلعب دور البطوله هنا، هي اللي هتدي لي الجوس وهتدي لي البهريز وتدي لي القوام. كمان معلقه، ونقلبهم مع بعض. اللحم بيتشوي، يلا بينا. لغايه دلوقتي يا عم الشيف احنا فاهمين بتعمل ايه. خلي الخلطه دي كده على جنب، ونبص على حتة اللحمة وصلت لغاية فين معانا. حلو قوي. تعالوا نقلب اللحمة دي مع بعض، ونشوف جمال حتة اللحمة وحلاوة حتة اللحمة. ايه الحلاوة دي؟ مش عايز امشي من جنب الطاسة والحتة اللحمة فيها بتتحمر. استأذن حضراتكم، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف
يعني ايه مزمبراس، يعني ايه تحضيرك للمطبخ، يعني ايه قواعد عمل الاكل بطريقه سهله وبسيطه حتى لو كان من المطبخ الغربي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ده الصوص بتاعنا بتاع المشروم. فكره ان انا احط مع الزبده معلقه دقيق والمشروم وخلطه تتبيله اللحمه، والحته اللحمه هنا استوت زي الفل، هديت عليها النار الطبيعي عشان ما تنشفش مني، اخليها كده على جنب. الصوص بتاعنا المشروم اللطيف الحلو اهو، شايف الحلاوه دي والجمال ده اهو، حلو قوي. حته لحمه مشوية جاهزة فيها البهريز، ممكن نقدمها في نفس الطاسة بالشكل ده كده. أمرني ما عشان النار يا حبيب قلبي، بس أنا ساكت ساكت حبيبي. تعالوا مع بعض نقدم اللحمة بتاعتنا ونقدمها لحضراتكم كده عشان نخلص منها. عندي حلوه هياخد مني وقت، خلي بالك. والطاسه الحلوه دي يا عم الشيف، سامع صوت اللحمه ده؟ اهو اقرب منه اهو، اهو ده. الله الله الله. ناخدها زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، ونقدمها هنا. فين؟ قول اهو. طيب مخرجنا الجميل ورايا علشان الصوره تطلع، كلنا من الصغير للكبير يجتهد لاخراج صوره حلوه. عايزين نقدم صوص المشروب مع حته اللحمه المشويه دي كده في قلب الطاسه. ميزه الطاسه دي وميزه الزهر او المعدن عموما يعني بيحتفظ بالاكل يخليه سخن، والحاجات دي موجوده في المطاعم بنشوفها، ممكن تعملها لجوزك عادي. الصوص ده عايز شويه شوربه، ونحط دي هنا عشان نسلق فيها المكرونه. شفت انا شغال ازاي؟ شفت الصوص الحلو ده كده؟ هو ده. الله، بص على الصوص، انا هشيل دي من هنا عشان تدلع الصوص الحلو ده كده، اللون البراون الحلو ده كده. شفت ده جه منين؟ من الزبده والدقيق والمشروم بتاعنا. دي صوص المشروم ده اللي بنشوفه في بعض المطاعم، بيتقدم مع برجر، يتقدم مع لحم مشوي، مع فراخ مشويه، الاسترجانوف اهو. ده ناقصه قطع من اللحم، شرايح من اللحم بقى استرجانوف، ودخلنا في مطبخ تاني. ناخد الصوص الحلو ده كده ونحط منه شويه كده. الله، ونقدمه كده جنب اللحم بتاعنا. ده عدله للامانه شويه رز ابيض. يعني انا لو اكل الاكله دي يا عم الشيف في مطعم اطلب معاها شويه رز ابيض مع الزبده اللطيفه والصوص الطعم الحلو ده كده. خلي بالك لو مفيش رز ابيض يبقى المكرونه اللي هعملها دلوقتي بالفلفل، ده الطبيعي. نشتغل في المكرونه بتاعتنا، نحط الطاسه دي هنا، استنى عليها تسخن شويه. مدايك دي مكانها عينيا. حاضر، زي الفل حبيبي. بسمع كلام مخرجنا، طبيعي لازم نسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا، هو اللي عينه شايفه اهو. بقول لي روق على حته اللحمه، طبيعي الطبق الحلو اهو. شفت الحلاوه دي كده اهو. الجرنش بتاعنا والله اختياري، معانا عود روزماري بما ان اللحمه فيها
روزماري نحطه هنا كده، معانا قرن فلفل زي ده كده، تحط ورده من الطماطم ماشي اختياري زي ما انت عايزه. موضوع الجرنش او البرزنتيشن ده بتاعتك اهو. شفت الجو ده كده حلو قوي. ممكن تحط جنبها بولة رز ابيض في قلب الصوص ده. انا بديكي حاجات وافكار بفتح لك الصوره. حلو الكلام. يعني تقدري تقدمي بشكل لطيف وجميل. طماطم زي دي كده هنا بناخدها ممكن نشويها. مخرجنا بيقول لي دلعالي دلعالي بالمعنى بتاعنا، يعني تاخد الشكل الحلو ده كده. ونعمل الورده دي كده. طبعا انت عندك وقت في المطبخ بقى، وانك تجرنش الطبق دي رساله حب لاولادك وجوزك واسرتك. دايما بقول طريقه التقديم رساله حب لاسرتك.